عمها. بس رد عليكم يعني وزير الدولة شؤون مجلس الأمة الأخ مبارك الحريص وقال احنا ما استحسن يعني الأحداث اللي كان فيها تجاوز وغيره، احنا يعني في قضية اللي هو موضوع منصب الرئاسة ويعني في هذه الأمور وما دار فيه في موضوع الجلسة فقط، لكن احنا غير قابلين فيما حدث مثلا في إن كان عمليات تجاوز أو غيرها من الآخرين. قال مبارك الحريص لكم يعني مع كامل احترامي الوزير دولة شؤون مجلس الأمة وأقدر كلمتها هذه، لكن وين الموقف الموازي لهذه الكلمة؟ أنت قاعد تتكلم عن لجنة تحقيق، لجنة تحقيق حق منه؟ حقي أنا بروحي؟ لجنة التحقيق هذه على أحداث صار فيها إساءة داخل قبة عبد الله السالم، داخل المجلس اللي هم الوزراء كانوا أعضاء وكانوا موجودين وبدورهم كان يفترض أنهم يطالبون بالمحاسبة، مثل ما صار في مواقف كثيرة كانت الحكومة تطالب في المحاسبة. بس مكتب المجلس شكل لجنة التحقيق في هذا الموضوع وقال احنا شكلنا لجنه تحقيق، وطلع الاخ احمد شعومي وصرح ان هناك لجنه تحقيق، يعني كان ايضا في يعني في تعاون من قبل الاخوان في مكتب المجلس. بس هذا الكلام مو صحيح، هذا ما له اساس لا لائحي ولا دستوري. انت تيجي ترفض لجنه تحقيق من مجلس الامه من الاعضاء، تقبل لجنه تحقيق من مكتب المجلس اللي هو دور يعني جزء من المشكله؟ يعني هذا الكلام انت قاعد تحاول يعني تغطي الحقيقه. انت كان المفروض انك تقوم وترفض مثل هذه التصرفات اللي صارت، ان انت تلغي دور النواب في المحاسبه على موقف صار نفس هذا. باعتقادك ليش مساله رفض وجود لجنه تحقيق، ليش يعني شو السبب انه يكون من خلال المجلس؟ وما هو الفرق ان كانت من مكتب المجلس ولا ان كان من خلال تصويت وتشكيل اللجنه من داخل المجلس؟ وين الفرق؟ اكيد فرق كبير لما تتكلم ان الرئيس هو جزء من المشكله واخوانه متهمين في هذه في الاحداث اللي صارت، وناس أقرباء لهم كانوا موجودين. من الطبيعي أنت ما تخلي اللجنة تحت إشرافهم ولا تكون لجنة التحقيق أصلا عندهم. فلما أنت تيجي تتكلم ترى يعني إحنا قاعد ندافع عن مو حق فردي لنا، هذا حق إحنا قاعد ندافع عن المجتمع. اللي أرجع وأكد أن الحكومة هذه جزء، أنا أستغرب من حكومة على استعداد أن هذه السلطة تضحي برئيس الحكومة وتضحي بالوزراء كاملين علشان ما يصير التحقيق مع شخص، علشان ما يحال شخص إلى النيابة أخطأ في حق نواب الأمة. يعني هل وصلنا مرحلة إن فرد علشان خاطر عيونه تنسف رئيس الوزراء وتنسف الوزراء الموجودين؟ يعني وليش فسرت هذا التفسير؟ يعني ليش هذا التفسير؟ لأن كان دورهم سلبي. لأنهم كانوا شو المطلوب من الحكومة تسوي؟ يعني كان المفروض إن هي تصوت ويانا وتطلب تشكيل لجنة التحقيق. كان المفروض أنها ما كلمتوا سمو الرئيس الشيخ صباح الخالد في هذا الموضوع؟ يعني أحد النواب أو مجموعة من النواب كلموه في هذا أو دار نقاش ما بينهم بين الشيخ صباح الخالد في قضية طلب لجان التحقيق؟ ما صار تواصل فيما بينهم؟ ما يحتاج يكون في تواصل. يعني أنت بيوم من الأيام لما وقف الشيخ صباح الخالد واستهجن الأحداث اللي صارت داخل المجلس، في أحد طلب منه وقال له قوم استهجن هذه الأحداث اللي صارت؟ هذا دور أساسي ويفترض أنه هو من تلقاء نفسه يقوم بهالدور. وتعتقد أن الحكومة قصرت في هذا الأمر لما تي وترفض التحفظ على الأحداث اللي صارت وتصوت على التصديق على محضر الجلسة الأولى والمضبطة؟ هذا بحد ذاته تأييد على اللي صار. لما يكون يصدر منهم بيان استحسان هذا تأييد، هذا كلها مؤشرات تبين لك وين توجه الحكومة.